الزومه الليفر طبعا اللي هو بالماريتيز اوف ليفر، عارفين ان بالماريتيز اوفر موجوده في مكانين، اذا كانت هيماتوبيا دي موجوده في الرايكال بريكفاست ودي بتمشي مع السيستميك سيركيوليشن، اللي كانت مانسوناي فدي موجوده في الفولوس ودي بتمشي مع البورتال سيركيوليشن، فبديهي جدا اللي هيروح للليفر هو الاوفر بتاع الزومه مانسوناي. هي عايشه اصلا في الفولوس في الليفسس بس ما تعرفش تقعد فيها فتره طويله، فترجع مع البورتال سيركيوليشن وتروح في الليفر. تيجي في الليفر عند البورتال تراكس وتقعد في البورتال بين وتبدا يتكون حواليها انفلاماتوري سيلز وفايبروبلاست فيما يعرف بكلمه اسمها بالبارتيال جرانيولوما اللي هي بتروح دي الليفر عشان تعمل فيه بالبارتيال جرانيولوما. يلا كملوا انتوا بقى كملوا هتكملوا تقولوا ايه؟ بالبارتيال جرانيولوما هنكمل بريمورتال فايبروزس. لو كان حوالين فين كبير يسموها سبورتس بريمورتال فايبروزس، لو حوالين بنيون صغير بورتال بنيون صغير يسموها فاين بريمورتال فايبروزس. طب البلماريتيز بتعمل ايه؟ بتعمل الاثنين، تعمل كورس يعني فايبروزس كتير وحوالين بين كبير، وتعمل فاين يعني حوالين البنيوز الصغيره كمان. المحصله بتاعتها في النهايه ايه؟ بيبي بورتال فايبروز هتعمل ايه؟ هتعمل بورتال هايبرتنشن. طب هل هتاثر على الليفر سيلز؟ لا مش هتاثر على الليفر سيلز. ليه؟ لان اصلا شغلها كله في الهيباتيك لوب، بره الهيباتيك لوب ما بتدخلش اصلا الهيباتوسايت. امتى تاثر على الهيباتوسايت؟ لو كانت كو اكزيستد ويز فايرال هيباتايتس، وده كومن كومن جدا. قلت لكم قبل كده الناس اللي كان عندهم بالهاريزيز زمان لما كانوا بيجوا يعالجوهم كانوا بيدوهم حقن اسمها تارتر ايميتك، كان كل 10 بيشاركوا في نفس الحقن نفس السرنجه، يعني تعدي من ده لده 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 لده، وعملت انتشار رهيب جدا للفيروس سي. فاصبح الناس عندهم دايما كو انفكشن في حاجتين، هو عنده بالهاريزيدس وفي نفس الوقت عنده هيباتيتس، فياخد صوره بريبورتال فايبروزس وصوره سيروز في نفس الوقت. ودوت ذا كومنست باثولوجي لو خدنا بايوبسي من المصريين، ذا كومنست باثولوجي عندهم ان احنا نلاقي عندهم ميكس الحاجتين اللي هم بالهاريزيدس وبوست هيباتيتك سيروزس. عشان كده الليفر فانكشن والهيباتوسايتس والليفر سيل فيلير عمرها ما هتحصل، عمر ما يحصل له ليفر سيل فيلير الا اذا كان معاه طبعا هيباتايتس زي ما اتفقنا. دايما البلهارزيا الليفر بيحصل في الرجاله اكتر من الستات، من سن 10 سنوات الى سن 40 سنه، واظن واضح ليه؟ عشان الرجاله هم اللي بينزلوا الترعه، هم اللي يعني ان كونتاكت تو ووتر كانالز اكتر من الفيميل، والسن ده طبعا هو السن بتاع ايه؟ بتاع الشقاوه الترعه والكلام ده. الكلينيكال بيكتشر بتاعته may be asymptomatic discovered accidentally، يعني جاي انت تفحصه مثلا جاي لك بدور برد ولا حاجه فانت بتشيك عليه فتعمل هيباتوس بينو ميجاني مثلا يعني ممكن، او انت مثلا بتعمل له صناعه لاي سيل من المال تلاقي عنده فايبروزس وتلاقي عنده سبينو ميجاني، ده الحمل السبين يبقى حجمه كبير جدا. الفكره ممكن يبقى كده، ممكن يشتكي، ممكن يشتكي من بورتال هايبرتنشن. يعني ايه هيشتكي من بورتال هايبرتنشن؟ هيشتكي من تقل الجنب الشمال عشان السبينو ميجالي، هيشتكي من اتاكس اوف هيماتيمزيس او اتاكس اوف ميلينا، او دايما هيماتيمزيس فولود باي ميلينا، دي كومن بريزنتيشن ليه. مش هيحصل له ليفر سيل فيلير الا اذا كان معاه هيباتايتس. عايزين نزود حته، نزود حته مع الكلينيكال بيكتشر. ستيجز اوف بلهارديا ليفر، حاجه سهله قوي. Stages of Bilharzia liver. ايه الستيجز؟ 1 2 3 4. 1 هيباتوميجالي. 1 هيباتوميجالي. دي المرحلة الأولى. 2 هيباتوسبيرينوميجالي. هيباتوسبيرينوميجالي. 3 شرانك الليفر والسبرين وميجالي. شرانك الليفر والسبرين وميجالي. 4 اسايز. ها؟ عايز ايه؟
معايا طبعا اكيد عشان كده الاثنين يجيبوا اساس. يبقى الاساس في المرحله كام؟ في المرحله الرابعه. يبقى الاول لما يدخل الاوبه تبقى موجوده بيتكون جرانيولوما ليبر هيكبر كبات وميجالي. لما يبدا يحصل شويه فايبروزس لسه ليبر كبير بس بدا يكبر الاثنين كمان يبقى الاثنين وميجالي. لما الفايبروزس بيزيد بيكشكش الليبر الليبر يبقى شرانك هيطلع لكن البورتال بريشر هيزيد قوي فالاثنين هيكبر قوي. لو البورتال بريشر زاد جدا ممكن يؤدي الى اسايتس وان كان يعني زياده الهايدروستاتيك بريشر لوحدها قلنا صعبه او رير انها تعمل اسايتس. طيب في كلمه حاضر في كلمه بقى في كلمه ومحدش يكتبها دي هجمعها بعدين في الاساس في معاك الجمل. بصوا في كلمه اسمها بريماتيور اسايتس. بريماتيور اسايتس يعني ايه بريماتيور اسايتس؟ يعني اسايتس قبل الاوان. يعني ايه يا دكتور اسايتس قبل الاوان؟ يعني قبل ستيج 4 نلاقي عنده اسايتس. وانا عشان الاقي اسايتس لازم يكون عنده شرانك ليفر وسبلينوميجالي. طب انا لقيت عنده هيباتو سبلينوميجالي واسايتس. هو الهيباتو سبلينوميجالي يعني ستيج كام؟ اثنين ومعاه اسايتس. يبقى الاسايتس ده جاي ايه؟ جاي بدري يبقى اسمه ايه؟ بريماتيور اسايتس. هنكتب ان بي هنكتب ان بي كده في اي حته مش عارف فين بس شوف المكان ده ماشي ان بي بريماتيور اسايتس. بريماتيور اسايتس بريماتيور اسايتس مينز اسايتس بيفور ستيج 4 بالهارزيدس. اسايتس بيفور ستيج 4 بالهارزيدس ماشي and usually caused by local factor as TB peritonitis. يعني هو associated مع المرض ده حاجة تانية ماشي؟ يبقى as TB peritonitis. يعني هو اللي عمله بريماتيور اسايتس مش حاجة بقى في يعني ممكن تكون حاجة جاية من بره مالجنسي اي حاجه ثانيه هي اللي مسؤوله عن الاسايتس ده. لان الاسايتس ده لو ما كانش في الترتيب الطبيعي يعتبر الامور تبقى ايه؟ كلام ماشيه بتيجي بعد المرحله الثالثه يبقى المرحله الرابعه. طيب قولوا لي بقى انتوا شاطرين وهتقول بس يا عمر الاول سؤال بسرعه. ممكن تاثر بس ليه انها تعمل حاجه؟ ليه يعني في النوايا اللي قلناها؟ قلناها تبقى جدا واكستنسف عشان تعمل الليبرسيتي. بص يا ولد في ثلاث كلمات انتوا عارفينهم بس يلا بسرعه كده راجعهم. انا بقول لك كلمه اسايتس وبقول لك في بريماتيور اسايتس وفي اسايتس بريكوكس وفي ريفراكتوري اسايتس. لما بقول لك بريماتيور اسايتس عرفناها اسايتس بيفور ستيج 4 بالهاريزينس وفي لوكال فاكتور. لما اقول لك ريفراكتوري اسايتس اسايتس نوت ريسبوند تو ماكسيمم دوزس اوف بايوريتكس اللي هم 160 مللي جرام ابروزامايد و 400 مللي جرام فاليولاكتور. لما اقول لك اسايتس بريكوكس يعني اسايتس بيفور لور ليب ايديما ان كارديال بيشنت ويبقى يحصل مع بريكارديال وان تريكوزد ديزيز ده اللي بيتسال في واحده منهم يتسال في ثلاثه. لو سالك عن ايه بريماتيور اسايتس فوقع السؤال اللي بعده امال يعني ايه ريفراكتوري اسايتس؟ امال يعني اسايتس بريكوكس؟ فدايما في الاورال دي اسئله مشهوره جدا يعني يقول لك ايه الفرق بين الثلاثه وايه حد ينسى الاسايتس بريكوكس لازم يكون مريض كارديولوجي خلاص بقى يعني واخد الفرق ده كتير فعيب ما نغلط فيه يعني. طيب نكمل. واحد عنده بالهارديا ليفر هتيجي تعمل له انفستيجيشنز هتعمل له انفستيجيشنز والله هتعمل له انفستيجيشنز فور بالهارديزيز يعني يعمل ستول اناليسيز وندور على مين؟ على الاوفر. هنعمل له كولونوسكوب او سيجمويدوسكوب وناخد بايوبسي وندور على الاوفر او حتى يعملوا سيرولوجي. بس السيرولوجي فيه مشكله. هو السيرولوجي انا بدور على انتي بودي ضد الفيزيز. حلو المفروض هو كان عنده زمان فيزيز وخف دلوقتي. هل ده دليل ان هو يعني مش ده مش اكيد ممكن يبقى حاجه اسمها فولس بوزيتيف. يعني ايه فولس بوزيتيف؟ يعني كان عنده زمان وهو دلوقتي ما عندوش حاجه فبالتالي هي مش مظبوطه قوي مش مظبوطه قوي. طيب هنعمل له انفستيجيشنز فور بورتال هايبر تنشن. مش عايز ارخم عليكم واقول لكم ايه الانفستيجيشن ولا ارخم؟ هنعمل انفستيجيشنز فور بورتال هايبر تنشن وهنعمل انفستيجيشنز فور ليفر فانكشن. والسؤال لحضراتكم اخبار الليفر فانكشن ايه؟ نورمال كله نورمال اكسبت
لو في فورس اكزيستنج هيباتايتس، لو معاها كمان سيروزس هتلاقي الالبوم القليل والكنترول بالتايم برولونجد والانزايمز ممكن تبقى عاليه شويتين والبروجن عالي والقصه اللي حضراتكم عارفينها دي. اما عن العلاج طبعا بقول لك علاج البلطريزيز دلوقتي انا شغلي فتره ميدي بس خلاص يعني معروفه من زمان زمان قوي اكتر من 20 25 سنه. انا برازي كوانتيل 40 مللي جرام في جي دايما يقول لك على حسب الوزن، لو وزنه فوق 80 كيلو يروح مديله الاربع اقراص مشهورين جدا حتى في وزاره الصحه في الوحدات الصحيه والاماكن دي. انا برازي كوانتيل 40 لا مره واحده 40 مللي جرام في جي 1 دوز سنجل دوز 40 مللي جرام في جي سنجل دوز ماشي. وتريتمنت اون بورتال هايبر تنشن برضه هايبر تنشن حصل بليدنج ولا ما حصلش بليدنج ده التريتمنت بتاعنا. عموما هيباتيك شيستوزوما دي او بالباريزيزيس يعني هي كلام بديهي انا ما قلتش حاجه جديده وما حصلتش سؤال وصعب ازاي اصلا تقول هي وبعدين هي كلينيكال اكتر منها ده سيروزيس.